السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جيان كان وجع على زادة. أهل ما تاكلي شربت ملعقة. قالت لي ماما صرت منيحة. هذه بتاعت الطبيعية. أي والله تيط. عم بدهاله بطنه فيه. 02 سي. Ah, c'est la poste. La poste ? كم أخذتكم من وقت؟ تقريبا شي نص ساعة. نص ساعة؟ لأني جلسنا ساعة. أيوة شفتها جلست نص ساعة. ودخل عند الدكتور ضلينا نص ساعة. نص ساعة عملت إيه؟ فحصت أذنيه وبطنه كثير شغلات عملت له. تعمل له هيك بجريات وهيك. الفصح بتاع شهر. شهر عندك شهر دابا بعد 4 أيام بيصير عنده شهر وإن شاء الله طالق. جوري سمتها أبوها سمت اسم جوري جومانة. أنا حبيت الاسم على حرف جو جوري وجواهر وجيهان كمان قلت لهم قلت على حرف جيم كمان جواهر جوري جومانة جيهان ويزن مختلف يزن كمان أبوه اختار اسمه. بديك قلب الحكي كريمة والله مالي قلب أحكي شيء. نفسيتنا متعقدة شوي. ليش حبيبتي؟ خايفة؟ خايفين لك مو خايفين. قال لي شيء اللي صار معانا الحمد لله رب العالمين. خايفة من ايه حبيبتي؟ وبتتمنى ايه؟ شو بتمنى؟ بتمنى المعيشة عيش هون بفرنسا، بتمنى اشوف مستقبل اولادي، زوجي يشتغل، نعيش هون. نفسيتنا تحطمت والله. أول سنة كنت بدي سجلهم في المدرسة صار عنا الحرب في 2011 إيه صار عنا الحرب ما قدرنا نسجلهم. جينا على مصر ما استقرينا في مصر ولا في الجزائر، استقرينا عام ونص بحدود عامين تقريبا في المغرب. درسوا الأطفال اللغة العربية والفرنسية كمان درسوا تقريبا شي سنتين في المغرب وهذه كمان حيصير 3 سنين في فرنسا عم يدرسوا اللغة العربية. بيدرسوا اللغة العربية في فرنسا؟ في الفرنسية. الفرنسية. عم دوش بالحكي كريم.